اتهامات بالسرقة تلاحق سلمى رشيد، إليكم التفاصيل. فقد تعرضت الفنانة المغربية سلمى رشيد لهجوم شديد من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مقطع يظهر تقليدها للفنانة الكورية ليسا في الكليب الأخير. وهي وقد تم تداول فيديو مركب لكليب وهي لسلمى رشيد وكليب لنقتل هذا الحب للفنانة الكورية ليسا إحدى أعضاء فرقة بلاك بينك، فلاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطابقا في أحد مقاطع الأغنية من ناحية اللحن والإيقاع، وأيضا في اللوك الذي اعتمدته سلمى في الكليب والذي يشبه كثيرا لوك ليسا. وقد اعتبر نشطاء أن سلمى أساءت اختيار الأغنية، خاصة أنها قامت بسرقة الفكرة من كليب كوري، الأمر الذي عرضها هي وزوجها للهجوم كون هذا الأخير هو الذي قام بإخراج الكليب. وتجدر الإشارة إلى أن جمهور الفنانة سلمى رشيد لم يكن راض على مستوى أغنيتها الجديدة وهي، في إشارة إلى رداءة الكلمات. والمثير في الموضوع بحسب بعض المهتمين أن هذا العمل الجديد لسلمى رشيد كان من إخراج زوجها حسن العلوي، الأمر الذي طرحت معه أكثر من علامة استفهام عريضة حول سبب إقدام سلمى على إقحام اسم زوجها في هذا العمل، خاصة أن الكل في محيط الفن يعلم جيدا أن مجال اشتغاله بعيد كل البعد عن ميدان الإخراج.